الجدل القديم بشأن فوائد وأضرار الشاي والقهوة يعني يبدو أنه لن يتوقف وما فتئ يتجدد ميشيلا. صحيح جليل، يعني حتى وقت قريب كانت أصابع الاتهام تشير إلى دور هذين المشروبين في تسبب الأرق، التوتر وتسارع ضربات القلب وحتى يعني فقدان الشهية. اليوم نستعرض معكم دراسة أمريكية جديدة تؤكد فائدة شرب القهوة والشاي لصحة الإنسان. تقول هذه الدراسة أن تناولهما قد يساعد في إطالة العمر من خلال تقليل المواد الكيماوية في الجسم. توصل باحثون ميشيلا في جامعة ستانفورد إلى أن مادة الكافيين التي توجد في الشاي والقهوة تمنع تراكم تلك المواد الكيماوية كما أنها تمنع حدوث الالتهابات في الأوعية الدموية. هذه دراسة نشرتها مجلة ديلي ميل البريطانية ذكرت أن أكثر من 90% من الأمراض المتعلقة بالتقدم في السن مرتبطة بالالتهاب المزمن، وأيضا أن شرب القهوة والشاي يساعد في الحد من هذه الالتهابات. تنضم إلينا من دبي خبيرة التغذية الدكتورة نادية الموسوي. أهلا بك دكتورة معنا في سكاي نيوز عربية. هل تختلف أضرار الشاي عن القهوة، أو هل بالفوائد هناك لربما من تشابه؟ صباح الخير يا هلا. أول شيء في تشابه بينهم الأضرار مالتهم وحتى التأثير مالتهم على الصحة، ولكنه الكمية مال الشاي اللي لازم ناخذها لازم تكون أكبر بكثير من كمية القهوة. يعني على كل كوب من القهوة عندنا تقريبا نفس الشيء نفس التأثير كوبين من الشاي. بالنسبة للأضرار مالتهم مثل ما تفضلتوا، في أكيد الأرق، في التوتر، في النرفزة، في حرقة المعدة، في وجع الرأس، في دقات القلب السريعة، حتى الشخص يقدر يسمع أصوات أو يتخيل أصوات، وطبعا نفس الوقت في الامتصاص القليل مال الكالسيوم مال الحديد، ونفس الوقت مع الوقت الشخص يقدر يصير عنده أو يصاب بهشاشة العظام، وطبعا فقر الدم، وفي امتصاص من نسبة السكر بالدم يصير قليل إذا ناخذ كثير كافيين. دكتورة نادية، هذا بالنسبة لربما للكافيين، ولكن أيضا هنالك مواد أخرى يعني تحتوي عليها يعني القهوة والشاي أيضا لها لربما منافع أو حتى مضار، لو بإمكانك أن تطلعين عليها. اي نعم، المنافع مالتها هي حقيقة الكمية، خلينا نقول مال القهوة او الشاي جدا مهمة، كم نتناول باليوم يعني. فهنا اذا احنا نتناول يعني قليل، فهذا الشيء قليل يعني قصدي كوبين مثلا من القهوة او 4 كوابة من الشاي، الحين طبعا راح تحكي تقريبا من الكميات شوي بعد، ولكنه جدا مهم انه الشخص يعني يتناول تقريبا 400 ميلي جرام من الكافيين باليوم عشان يكون عنده الفوائد مالته ولا تصير مضار للجسم. أنا طبعا حكيت من الأشياء اللي تقدر تسبب الزايد مالته، يعني الكمية إذا ناخذها بشكل كبير، ولكنه إذا ناخذ تقريبا كوبين من القهوة 4 كوابة من الشاي باليوم، فهنا يكون عندنا التمركز أو أداء التنبيه يكون أحسن، المزاج يكون أحسن. طبعا نفس الوقت الشخص بالنسبة يعني التأثير الجسمي يكون أحسن، يعني الشخص إذا يسوي رياضة الأداء الجسمي مالته يكون أفضل، وعلى المدى الطويل يكون أحسن، يعني من بدال يسوي 30 دقيقة يقدر يروح إلى 40 دقيقة ويا نفس الأداء، ونفس الوقت الأدرينالين بالجسم يكون أحسن، فتدفق الدم يكون أفضل بالجسم. الحين هذا بالنسبة للكافيين. عندنا مواد ضد الأكسدة أيضا بالقهوة وبالشاي. بالقهوة عندنا أكثر من 1000، بالكافيين نفسها يعني عندنا أكثر من 1000 مواد ضد الأكسدة اللي جدا مهمة للشيخوخة، وقاية من الشيخوخة وقاية من أمراض القلبية. ونفس الوقت عندنا نوع من المواد اللي هو الكلوروجينيك أسيد اللي أهم مواد ضد الأكسدة اللي موجود بالقهوة. هذا الشيء يعني يسوي قاية من أمراض القلبية، ونفس الوقت بالنسبة للأوعية الدموية جدا مهم. بالشاي عندنا الكاتشينز، عندنا البوليفينولز اللي جدا مهمة للصحة مالتنا. الحين أكيد بهاي الدراسة نحكي إحنا من أوعية دموية، ولكنه في أمراض مثلا السرطانات جدا مهمة، يعني يسوي وقاية من السرطانات. في للجلد يعني بالبوليفينولز أو الكاتشينز اللي موجود للشاي جدا مهم للجلد، صحة الجلد. فهنا الكمية جدا مهمة، ونفس الوقت عندنا بعض الإضافات اللي نحطها مثل الحليب مثلاً.
مثلا، عندنا الشاي حليب او القهوه ويا الحليب، هذا النوع من الاضافات الكالسيوم يسوي انه هذني مواد ضد الاكسده تمتص اقل بالجسم، فهنا التاثير مالتها اللي يكون زين على الجسم يكون اقل. عندنا نفس الوقت السكر اللي نضيفه بالقهوه او بالشاي، السكر الزايد يسوي انه طبعا نسبه السكر ترتفع بالجسم ويقدر يسوي سكري ويا الوقت. طيب دكتورة، لا يمكن الاستعاضة عن هذه المواد الموجودة في القهوة باستبدالها بمواد أخرى، يعني مضادات التأكسد الموجودة في القهوة هل توجد أيضا بعناصر أخرى ذات ضرر أقل على الجسم؟ إيه نعم، أكيد أنه نعم موجودة في الخضروات والفواكه الفصلية واللي لونها يكون غامق أكثر يا الأوقات، نقدر نشوف هذا الشيء، ولكنه موجودة ببعض السبايسز مثل مثلا قصدي البهارات مثل مثلا القرفة أو الكركم. الكركم مثلا واحد من أقوى مواد ضد الأكسدة اللي موجود على وجه الأرض، ولكنه شيء اللي جدا مهم، شيء اللي شايفين طبعا بعد المي بالعالم الناس شيء اللي يشربون أكثر شيء هو الشاي، فأكيد أنه الشخص يقدر يأخذ يعني مواد ضد الأكسدة ولكنه الكمية مهمة. هنا إحنا دا نحكي من هذني المشروبات، ولكنه أنا من أقول 400 ميلي جرام من الكافيين باليوم يكون كفاية. الكافيين بس ما موجود ترى بالشاي وبالقهوة، ولكنه موجود بمشروبات الطاقة أو موجود بمشروبات أخرى الغازية أو حتى موجود بالشوكولات بالشوكولاتة، فإحنا لازم ننتبه باليوم بس نأخذ هالقد من الكمية أكثر ليكون. طب دكتور، تختلف الفوائد ما بين الشاي الأخضر والشاي الأسود، يعني هل تنصحين لربما بتناول الشاي الأخضر أكثر؟ يعني نسمع أنه له فوائد أيضا عديدة. حلو هذا السؤال. أول شيء عندنا بالنسبة للشاي، أول شاي اللي يكون مواد ضد الأكسدة جدا قوية فيه أو مرتفع مواد ضد الأكسدة هو الشاي الأبيض، ويخفف الوزن وفيه كثير بحوث على هذا الشيء. في عندنا شاي الأخضر بعدين، وفي عندنا شاي الأسود بعدين. الشيء اللي مهم بالنسبة للشاي أنه لا يكون بروسست، يعني الأكياس اللي ناخذها بالشاي هذني يعني تكون أكثر شيء بروسس، يعني في عمليات غذائية صايرة فيها. إحنا من نحكي من الفوائد مال الشاي نحكي من شاي اللي يكون الشاي الورقي اللي يكون بالورق، هذا يكون أكثر فوائد عنده. أي نعم، الورق هذا يكون أكثر فوائد عنده من الشاي اللي يكون بالكيس، لأنه هذني عمليات غذائية صاير عليها أكثر. ما رأيك في هذه الدراسة دكتورة التي استعرضناها الآن، أنه بالفعل أيضا من هذه الفوائد الآن، يعني أن الضرر ليس كما كنا نتوقع جميعا دكتورة، هو أقل بكثير؟ اي نعم اكيد هذا الشيء. احنا مثل ما قلنا الكميه جدا مهمه، مو معناته زين للصحه انا اخذ اكثر، هذا مو معناته ابدا بالنسبه للشاي والقهوه، ولكنه هاي الدراسه صحيحه لانه دا يحجون من الالتهاب مال الاوعيه الدمويه اللي نسميه الانفلاميشن، واحنا ندري انه اكثريه امراض القلبيه وامراض اللي مرتبطه بالسرطانات، امراض اللي مرتبطه بالشيخوخه اكثر اوقات يعني تجي في من الانفلاميشن او الالتهابات اللي تصير بالاوعيه الدمويه. الشيء اللي شايفين انه طبعا مثل ما قلنا في مواد ضد الاكسده بالشاي وبالقهوه اللي تقدر تاثر على هذا الشيء وتسوي وقايه من هذا الانفلاميشن او الالتهاب بالاوعيه عفوا الدمويه اللي تقدر تصير. طبعا الشاي يكون احسن لانه الشاي فيه مواد اللي اسمها الثيانين اللي هذا يسوي صح انه يعطي التمركز اللي لازم للشخص، ولكنه نفس الوقت يعطي هدوء للشخص، هدوء بالاعصاب، ففي تمركز بس ما في توتر، في هدوء نفس الوقت، فالشخص يعني يمركز بشكل افضل. شكرا. اذا اريد، ولكنه مثل ما قلت الكميات جدا مهمه اللي يكون 4 كوب باليوم. دكتورة نادية شكرا لك على هذه المعلومات القيمة، نتمنى لك بقية نهار سعيد. من دبي خبيرة التغذية الدكتورة نادية الموسوي، شكرا جزيلا.